أسعد الله أوقاتكم على المحبة والخير يا حبابي، يسعد قلبكم جميعا، حييكم تحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم يا حبابي اليوم عمل إنساني، رجعنا إلى وادي السحرة. هذا وادي السحرة زي ما شرحنا عنه، وبدناش نطول بالشرح بخصوص هذا الواد. هذا الواد يحتوي على أسرار كثيرة وأسحار كثيرة، ومنحاول نبطل بعض الأسحار منطلعهن من وادي السحرة عمل إنساني. وهذول الأسحار يوم نطلعهن يا حبايبي متوجه لشيخ وببطلهن وفك البلا الناس من الناس يا حبايبي. نعنة الله على كل إنسان بسحر وبسوي سحر وبضر إنسان. طبعا اليوم معنا برقة الكلاب، معاي اليوم 4 كلاب زي ما انتم شايفين. هذول الكلاب رقة صاحب زي ما انتم شايفين يا حبايبي. واليوم معاي ابني الصغير، طبعا مصور معاي اليوم. راح اتوجه لهذا الواد بمشيئة ربنا، وبدي دعواتكم وخلني اتوجه. طبعا يا حبايبي من دعواتكم وهمتكم دائما معنا ومعنا صاحب اليوم. يا صاحب بدي همتك لك يطلع لنا اسحار من هذا الوادي النعيم. زي ما انتم شفتوا منطلع اسحار ومنفك من الناس من الناس من هذا الواد. نعنة الله على كل انسان بسحر. صاحب بدي همتك اليوم، يلا يلا توكلنا على الله. يلا سمي بالله. طبعا يا حبايبي شوفت عينكم هذا الواد، واد نعيم، وهسه الكلاب سحبت قدامنا. هسه بجهد الكلب صاحب هو اللي بحدد مواقع، بشم العلق او بشم الريح، ريحة السحر، وبحدد وين مكانه، بصير يبحث عليه هذا الكلب. وراح تشوفه على ارض الحدث مع الكلب صاحب، وبجوز في بعض الناس اذا فاتت علينا جداد راح يتفاجئوا بالكلب انه هو بحدد وبحدد وين السحر، واحنا بنتبع ورا الكلب بمشيئة رب العالمين. توكلنا على الله. يلا تفرج على الكلب. اوه دير بالك طار. يلا خليك يا بدور على صاحب. خليك احنا نتبع الكلب، مجرد ما شم ريحة السحر راح يبحش عليه لحاله. والكلاب هاي تمشي حماية من كلاب ضالة، من حيوانات ضالة، تصير دفاع بس يعني انه مع صاحب. نعنة الله على كل إنسان بعمل سحر. نعنة الله على كل إنسان بسحر. الله ينعنه. نعنته. يلا يا صاحب، صاحب يلا روح. يلا. يلا يا صاحب. صار له زمان ما طلع صاحب. وإحنا كنا متخدرين أصلاً. محل الصيام. هو ما بفطر. كل متخدر. شايف يابا؟ شايف في حجار مصفطات وجايات تحت بشجرة. صور لي من هناك. ما في تراب يابس يابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. هاي الحجار.
ماشي اسالك سؤال يابا، ليش الشجره هاي يابسه؟ تهاجم بيك كده بقى. صاحب هاي الشجرة شكله تحتيها سحر يابا، ميتي شايف؟ يابسة صاحب، تعالي هيك يا الله انتبه عليها شوك يابا، هاي الصخرة تقلب علينا. خليك هيك بعيد يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. جيت خدرت. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف يا ابي دخاي ليش تخدرت؟ ايه ليش كنت مسكت السحر؟ كون عليها معلق. دقيقه يابا دقيقه، شو مالك انت؟ وبيها انا بعرف ماسورين يابا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، عاد محصن انا يابا. ليش؟ بسم الله بسم الله ربي يا رب. شكل خاتم السحر قوي عليها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوي صح. بسم الله بعرف ان السمر ما بيمشى رمضان، معقول يكون قلبت شيء؟ صاحب خليك هو خليه يلايق علي يدير بالك. ارجع صاحب. بسم الله ارجع. دير بالك. يا ابو في اشي؟ وينه؟ هي 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 وينه؟ فوق الدبوره. والله قفل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قفل شايف؟ قفل مصدي. الله صار كذا صار له. يا الله شايف يابا؟ شايف يابا؟ شايف يابا؟ نعلة الله عليهم. انا قلت هذا الحجر مش طبيعي، وهاي الدبورة كانت تتربونه على المكان هذا. والشجرة شايف الشجرة يابا والدبورة كيف ربطت؟ اتفرج يابا شايفه؟ هذا سحر شايفه؟ هذا قفل. هذا حياة الإنسان مقفل بحياته. أبصر قد يصاله، هذا شكل قديم يابا، تعدى 5 سنين أو 6 سنين أكثر. هذا باقي الإنسان إنها مقفل حياته عشان ظلها طريقه مسكرة، حتى الصدى ما أخذه. اتفرج يابا شايف؟ هسه بدنا ناخذه ونوديه على الشيخ عشان يقدر يبطل السحر عنه، والانسان اللي مسحور عليه انه ترجع حياته
زي قبل وأحسن إن شاء الله. طبعا يا حبايبي شوفت عينكم المنطقة هاي كلها أصحار، وهذا القفل أحد الصخور، والدبورة سبحان الله رفضتون وبينت لي هاي ورا الشجرة، والشجرة ميتة زي ما أنتوا شفتوا يا حبايبي. وهاي مغامراتنا، والكلب صاحب بحصل على بعض الأصحار وبيحدد لنا المواقع وين بالضبط، وإحنا بنتبع الكلب زي ما أنتوا شايفين يا حبايبي. وطبعا يا حبايبي شوفت عنكم هذا هو السحر، إنه هذا الإنسان مربوط عن طريق القفل، مقفلة بتكون حياته، مجرد القفل بيكون كان ظلها مقفلة طريقه تكون مسكرة. هذا الإنسان اللي معمل عليه سحر، ونعمة الله على كل إنسان بيعمل سحر، بيعمل سحر والحمد لله أمورنا طيبة. هسه بناخذ السحر بمشيئة ربنا. يابا طولي الشنطة عن ظهرك، بس خلينا نطول مية ودير عليه، طول مشان طولي الشنطة ودير عليه مية، وناخذ السحر يا حبايبي نتوجه به على الشيخ يبطل هذا السحر، مشان الإنسان المربوط عليه هذا السحر ينفك بلا عنه بمشيئة رب العالمين. وكل التحية لكم حبايبي، يسعد قلبكم، وكل عام وانتم بخير جميعاً.